قلعة نخل بما تمثله من قيمة تراثية تجسد مكانة التاريخ والحضارة العمانية، منها انطلق عرض أول فيلم سينمائي، ومن على ردهات أبراجها يسدل ستار مهرجان الباطنة السينمائي في نسخته الثانية، ليؤكد أن مثل هذه الملتقيات والأنشطة الثقافية رسائل وأهداف مضمونها صناعة السينما في سلطنة عمان تخطو بثبات نحو مواكبة الاستراتيجية الثقافية العمانية الشاملة. نحن نشعر في النسخة الثانية أن هناك تطور ونقلات كبيرة ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية من جوانب عديدة، من ضمنها المسابقات اللي أضفنا عدد من المسابقات، كذلك لجان التحكيم أضفنا فئة المحكم الواعد وهي لكسب الخبرة لأعضاء الجمعية والمخرجين العمانيين من المخرجين والخبرات والقامات الموجودة في لجان المهرجان. علاقة الإنسان بالأرض ثيمة للأفلام السينمائية العمانية المشاركة جنبا إلى جنب مع الأفلام الروائية الدولية، حيث تأهل للمسابقة 42 فيلما منها 11 فيلما وثائقيا و18 فيلما روائيا و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة و5 أفلام وثائقية قصيرة. أنا سعيد جدا بحصول فيلم رباد على جائزة أفضل فيلم روائي قصير عماني في مهرجان الباطنة في النسخة الثانية، وهذه الجائزة هي تتويج لجهود الشباب العاملين وطاقم العمل في فيلم رماد، سواء من إدارة الإنتاج إلى طاقم العمل الفني إلى طاقم الممثلين. سعيدة جدا لحصول فيلم سكون على أفضل فيلم روائي بتصويت الجمهور في مهرجان الباطنة السينمائي الثاني في دورته الثانية. تتويج الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان والمتمثلة في 7 جوائز، وهي جائزة وزارة الإعلام منصة عين لأفضل فيلم عماني، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عماني، وأفضل فيلم وثائقي قصير دولي، وأفضل فيلم روائي قصير عماني، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير دولي، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم قصير علاقة الإنسان العماني بالأرض. ففي فئة الأفلام المؤسسات الخاصة والحكومية حصدت وزارة الإعلام لقب الجائزة عن فيلم كتم الأنفاس من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان. فوائد عدة تحققت من مهرجان الباطنة السينمائي وهو يسدل الستار على نسخته الثانية، فبالإضافة إلى الأفلام السينمائية العمانية التي أبهرت الحضور كان للترويج السياحي دوره في التعريف بمختلف المواقع السياحية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية نخل، محافظة جنوب الباطنة.